طيب نستمع إلى تلاوة أخرى للشيخ عبد الولي الأركاني، أيضا نفس طويل، وأريد تعقيبك بعد على هذه التلاوة. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله شيخ معتصم أشهد أن لا إله إلا الله. كم طول التلاوة؟ ما شاء الله تجاوز دقيقة وربع. يعني اللي عنده هكذا نفس الشيخ أنا أقول حطم الرقم القياسي هذا. حطم الرقم القياسي. غريب خاصة في الترتيب صراحة. نعم. يعني التجويد له ميزة أخذ النفس، يعني له طريقة في علم القراءة. طريقة معينة وطريقة إخراج الحروف. بشكل يعني تستخدم النفس بشكل أطول في الآيات، لكن في الترتيل لا تستطيع كالتجويد. يعني من كان نفسه بهذا الطول يستحيل أن يقع في أخطاء الوقف والابتداء. بعدين غير هيك مريح المصلين من قولة آمين، يعني ما عاد يلحوا آمين معه. نعم.